يعني الأوضاع نهارا كانت هادئة، تم تشييع الفتى نائل ودفنه في مقبرة المدينة في نانتير بعيدا عن أعين الكاميرات حسب ما طلبت والدته، التي قالت أنه يعني يوم سيكون للحزن فقط، هي لا تريد يعني أن يتم تغطية تشييع نائل من قبل وسائل الإعلام، ولكن ما تزال التعبئة الأمنية كبيرة، لأنه نحن نشهد الاحتجاجات العنيفة وعمليات التخريب والحرق والشغب ليلا على وجه الخصوص ابتداء من الساعة 11 وحتى ساعات الصباح الأولى، وبالتالي الشرطة حشدت المزيد من قوتها بعد أن انتقلت عدوى العنف إلى ضواحي أخرى وإلى مدن أخرى وحتى إلى أقاليم أخرى في البلاد. وبالتالي يعني الرئيس ماكرون ألغى زيارته إلى ألمانيا لأنه سيكون عليه ربما اتخاذ قرارات أخرى، هذا يعتمد على يعني على التصعيد هذه الليلة بالذات على وجه الخصوص، رغم أنه الليلة الفائتة كانت أخف أو أقل عنفا من الليلة التي قبلها، لكن هذه الليلة أعتقد سيتحدد ما إذا كان الرئيس ماكرون يعني إذا ما تصعد العنف، فسيلجأ الرئيس ماكرون ربما إلى إعلان حالة طوارئ. هل وارد أستاذ شوفان، هذا ما كنت أود أن أسأله، هل وارد أن يتخذ أو مثل ما قلت يعني حالة الطوارئ؟ أنت تعلم أن حالة الطوارئ لم تعلن في فرنسا في تاريخ فرنسا غير ثلاث مرات أعتقد، فهل وارد إعلان حالة الطوارئ مع هذه الاحتجاجات والليالي المرعبة التي تعيشها باريس؟ يعني هذا يعتمد على تصاعد حدة العنف أو انخفاضه وانحسار هذه الحركة العنيفة إن صح التعبير، التي تنتج عن شباب مراهق. يعني غالبية المعتقلين 2400 الذين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية على مدى الأيام الفائتة هم تحت سن 16 عاما، ومن بينهم من لم يبلغ يعني 13 أو 14 عاما، وهم هؤلاء متأثرون على وجه الخصوص بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك وسناب شات، يقومون بحرق السيارات ويتفاخرون بذلك، هذا يعتبر بطولة يعني في سن كسن هؤلاء، ويقومون برفعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي انتقلت هذه العدوى ويعني أصبحت كحمى حرق السيارات والمباني العامة، وهذا ما دفع الرئيس ماكرون لإلغاء زيارته، ومناشدة وسائل التواصل الاجتماعي حذف هذه المقاطع الحساسة، وأيضا يعني البقاء من أجل متابعة كل تفاصيل ما يحدث من أجل اتخاذ القرارات المناسبة إذا ما لزم. يعني قبل قليل كان يجتمع الرئيس الفرنسي مع رؤساء البلديات من أجل يعني إطلاعهم على ما يمكن فعله، وأيضا على حسب حالة كل بلدية مدينة إذا ما كان هنالك يعني أسباب تدعو لفرض حظر في بعض المدن فإن ذلك سيتم. هذا إذا لم يتصاعد أو لم تتصاعد حدة العنف هذه الليلة المقبلة، أما إذا تصاعدت حدة العنف أو توسعت فربما تلجأ الحكومة إلى إعلان حال الطوارئ. هذا حدث على كل حال في عام 2015 بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس. أستاذ نبيل، في هذه الظروف وبحسب مراقبتك وأنت موجود في فرنسا الآن، هل برأيك حضرتك ترى أن الحكومة الفرنسية عاجزة عن إيجاد حل لهذه المشكلة حتى الآن؟ بعجلة لو سمحت. نعم، يعني أولا هؤلاء مراهقون ليس لديهم مطالب محددة، لكن على الأقل نحن نعرف ما هي المشكلة، مشكلة الضواحي والإهمال الذي تتهم الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ 30 عام، يعني ليس فقط حكومة الرئيس ماكرون، لكن البدء بحوار بين السياسيين، لابد أولا من كلمة اجتماع السياسيين على الدعوة إلى الهدوء، كل الأحزاب السياسية ليس فقط حزب الرئيس ماكرون أو الحزب اليمين، لابد من اليسار أو التحالف اليسار أيضا أن يدعو إلى التهدئة، لأنه
هو من يمثل يعني غالبية أعضائه في البرلمان انتخبوا في هذه المناطق، وبالتالي عليه أن يدعو إلى التهدئة، ثم البدء بحوار مع الحكومة من أجل ربما الالتفات بالفعل إلى مشكلة الضواحي، لأن هذه المشكلة حلها ليس فقط على المدى القصير، إنما لابد من حل بعيد الأمد في كل هذه المناطق. لكن الأولوية الآن كما قال رئيس الجمهورية هي لاستعادة الأمن والنظام. أشكرك جزيل الشكر من باريس الصحفي نبيل شوفان.